الشيش كأنه عم يلعب. يسعد لي اوقاتكم يا احلى صبايا بالعالم، وكل عام وانتم بخير. مره تانية لسه الدنيا عيد، هالاسبوع خلص كله عيد. اليوم الجو بجنن كتير حلو، يعني الجو لحاله بيخلي الواحد هيك مصحصح ومتنشط ومبسوط. عن جد الجو بجنن، بالاخص هيك اول الربيع اول الصيف، بالفعل بنكون كتير فرحانين. اليوم رايحين على حديقة الحيوانات انا وريهام والولاد. هلا هون طلعنا من الصبح على الطريق، نحن رح نروح على الحديقة، اتفقنا نلتقى هنيك ومشان هيك الولاد ينبسطوا ويغيروا جو، بتعرفوا انه الدنيا عيد. هلا وصلنا على الحديقة، ريهام والولاد سبقونا عم يستنونا من شي ربع ساعة واكتر، تأخرت عليهم. هدول النعامات ما شاء الله شد كبار، كتير كبار. عليني هون الغزال، غزالات الصغار حلوين. معتز هذا شو عم يساوي نونو؟ نسينا نروح هالمكان ولا يا بابا؟ لازم له تخت، لازم يحطوا له تخت لانه نايم. يا سلام، هاي الكنغر من الشوب، كل الحيوانات نايمين، كلهم نايمين. امس وقت جينا كانوا عم بينطوا نط. ما بصير خليه يرتاحوا. الاولاد ما شاء الله عليهم مقضينا شيبس وعصير وعم يحكوا مع بعض وما عم يتفرجوا على شيء. فاساس جبناهم على حديقه الحيوانات ليتفرجوا. كان غير صغير يا شد صغير. ليكي هذا ما ارزله طالع كثير صغير. وينه؟ واحد عم بيوقف. بده اكل كانه معتز. معتز لا ماما ماما ما نسيت، هنقول ما نسيت حطيه هون. ما نسيت طعمته، يعني شو اسوي اخذه منه؟ وصل يا عم يجي حدا ياكل. ريهام طعمتهم شيبس. لا والله هلا
عم جبت له القطع عشان يشتري الاولاد. لا لا مو مو حد، لا مو حد، لا هيك صار لا حرام، لا حد لا، بس يمكن ما بياكله هلا ما حد والله عم ياكلوه. ليش هيك تاركينه بلا اكل؟ يلا ما رح نفوت على المسمكة، هون في كل أنواع السمك والسحليات. شوفي هون تمساح، سمكات ماليش من هذا التمساح أكبر. هون في وحدة كمان كتير حلو بلهو الأولاد، يعني إذا في أولاد صغار تختاروا ألوان وبترسموا سلاحف. هلا هون السلاحف المائية. مين ياخذ هالسمكات ويحطهم بالفرن او بالمقلاي؟ انا اصحى. يا سلام باينين مليانين هبل. ماما اصحى كيف ينكسر؟ ماما عندك كل اقتراح قوام الثاني. انا طبخه. اوكي هلا هيك خلصنا، ندخل من باب ونطلع من الباب الثاني. ثلاثة صار. طوس ما شاء الله سبحان الله. سيدرا كتير حلوة هون.
ملون، هاي سمك ملون. سوريا اكبر بكثير، مو بس اكبر، ما لونها الري 320 بعيش 50 سنة. كثير صغير، جمل صغير، مترين و70. هذا بعيش 50 سنة. واحد شوفي هذيك، هذاك الولد الصغير. لا كيف هذا؟ طلع كله وراه. بسرعة قروب. اللون الزهري؟ ليش ما في لون زهري؟ إنه عامل. اللون الزهري في بعض العلاجات. خلصتونا. متقاتل. كان في دب كتير كبير. حشيش، كأنه عم يأكل حشيش. والله ايش بدهم من هيك، احلى من هيك، في ومي وخضار، ويا سلام. هلا رح ننزل لتحت بنشوفهم عن قرب اكثر. هلا قعدنا ناخذ استراحه، عن جد كثير تعبنا، وشوب شوب مو طبيعي. هون قعدنا هيك تحت اخر طابق بروده. يا يا اولاد اعملكم هون عم ناكل بتيفورات استراحه. هلا رح نرجع نكمل رحلتنا بعد ما اخذنا استراحه صغيره ما شاء الله، لانه الحديقه كثير كبيره عن جد، يعني متعبه نفتلها كلها هيك فرد مره. ما شاء الله.
هلا نحن نشوف ايش عم بياكل هذا الدب. هلا تقريبا خلصنا. يي هي حمار الوحشي، تعالوا نشوفه. تعالوا هلا هون في شوية ألعاب للأولاد. ما شاء الله الزحمة. شوي شوي. الولاد هون فلتوا على الالعاب، ما عاد شفناهم. كل ولد على لعبه شكل. هاي حموده وينو معتز؟ ماما وينو معتز؟ عن جد انا مالي. وين سيدرا؟ هلا مالي شايفه ولا حدا من ولادي. ها ليكن شو بتعملوا هون؟ ناش زبار معتز معكم؟ أيوة. يلا يلا خذ لكم صورة. يلا كلياتكم جنب بعض. طلعوا لعندي، طلعوا. ماي بيرد بوز. تعالوا لهنيك لفوق. تعالوا اطلعوا. تعالوا كلياتكم هيك واقفوا على الدرج. يلا حموده. هلا خلصنا وطلعنا من الحديقة، وعن جد كتير تعبنا والولاد جاعوا. جعتي سيدرا؟ بدي اكل وحش. وحش؟ ما بدي اكل. هلا طلعنا من الحديقة. هي هي هلا رح نروح ناكل بشي محل. رح نروح على المول، بس هيك في مشوة 10 دقايق. يلا يا اولاد اسرعوا اسرعوا. بتشهي الواحد ينزل يسبح. العالم لا تعمل. اليوم قد ايه في بشر.
بابا يبغى. وهلا جينا على المول عشان ناكل. اللي بعده ما ما شاء الله زحمة زحمة مو طبيعية. هلا كيف بدنا نلاقي محل حتى نقعد؟ اليوم لأنه أحد كمان كثير جينا وجينا وجبنا الأكل وجينا. كل واحد برجر وبطاطا طالبة سبعة. إيه زيادة وحدة إيه لألي. كل واحد بطاطا وبرجل بطاطا وبرجل وكولا يتفهم. يلا هلا خلصنا اكل ورح ننزل نتفرج على هي الحفلة تحت. خلصت الحفلة وما بنعرف لوين نروح هلا. الأولاد بدهم يروحوا على البيت. الأولاد مو رايدين يروحوا على البيت. يا سلام. شو عندكم لسه مخططات؟ ما بعرف لوين خرج ناخذهم. هلا راح ناخذهم جديد. ايه يلا هون عندك على الليك على الشارع على الشاشة كان في لك هذا الخط وين راح؟ انه وين ده ينزل اول محطة شو اسمه؟ بتقول ان المحطة اللي بعدنا انا. يلا يا اولاد يلا حلا 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 جوليا. وهلا ختامة مسك قلنا بنجي عند ريهام نشرب فنجان قهوة وبعدين رح يجي أبو معتز ياخدنا على البيت. هون حطت لي معمولات عن جد طالعين معه بيشهوا كتير كتير طيبين بيدوبوا بالتم دوبان كتير طيبين كتير عجبوني. وهيك عم نشرب فنجان قهوة على رواق واليوم كتير انبسطنا. يعني عن جد أنا هون لقيت أخت بإذن الله كتير كتير انبسطت. وعن جد أنا بدي أقول لك يا ريهام أنا كتير فخورة فيكي انه انت بنت عربية وسورية وهون بتحكي لغتهم كأنه مثلهم وبتعرفي تدوري البلد كلها ما شاء الله عليها ما شاء الله. يعني عن جد انا قاعدة بالبيت بس هي بتقولوا يعني أزرية وبتعرف كل شيء بالبلد وبتحكي مثلهم. اليوم شفتها يعني ما شاء الله عليها انا كتير بفتخر فيكي.
وست بيت شاطرة كمان كتير. لا تنسوا تتابعوها بقناتها، رح احط لكم الرابط كمان، هي اكيد رح تنزل كمان فلوج المشوار اليوم كمان، تابعوه عندي وعندها تقريبا رح يطلع معكم نفس الشيء، بس مو مشكله. ولا تنسوني من اللايكات. سلام.